منتصف الليل وثلاثون دقيقة، نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. الوضع في سوريا والعلاقات الثنائية القوية والمتينة بين الجزائر وسوريا في صلب المكالمة الهاتفية بين رئيس الجمهورية ونظيره السوري بشار الأسد. عصرنة ورقمنة إدارة الضرائب خيار استراتيجي لترقية إيرادات القطاع وتمكينه من المساهمة الفاعلة في دعم التنمية. يقظة واحترافية والجيش والأسلاك الأمنية تسقط المخططات الخبيثة لغرق الجزائر بالسموم. والقانون الجديد للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية مكسب آخر لتشديد الخناق على المتورطين. شرق أوسطيا، مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين انتهاكات الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويشدد على ضرورة المساءلة الشاملة. تفاصيل النشرة، أهلا بكم من جديد. بداية، إذا تلقى أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية السيد بشار الأسد. قدم له فيها تهانيه وتهاني الشعب السوري الشقيق بمناسبة شهر رمضان المعظم. من جهته بادله السيد رئيس الجمهورية التهاني باسمه وباسم الشعب الجزائري بمناسبة الشهر الفضيل. بهذه المناسبة أطلع فخامة الرئيس بشار الأسد السيد رئيس الجمهورية على الوضع في سوريا وما يدور حولها من أحداث، مجددا خالص شكره للجزائر قيادة وشعبا على وقوفها إلى جانب سوريا في محنة الزلزال الذي ضربها منذ أسابيع. كما تبادل الرئيسان الرؤى بشأن العلاقات الثنائية القوية والمتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين. إلى أهم مخرجات مجلس الوزراء الذي انعقد أول أمس والذي ناقش عددا من الملفات تضمنت التدابير الخاصة للحصول على النفقة وعروض أخرى تخص رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك ومدى تقدم ملف فتح رأس مال البنوك العمومية. المزيد مع سونيا جاسي. أهلا بكم مشاهدينا. إذن قطاعات التضامن المالية والرقمنة كان لها النصيب الأكبر في اجتماع مجلس الوزراء الذي حمل توجيهات وتعليمات صارمة من قبل السيد رئيس الجمهورية. بداية بالقرار الهام المتعلق بمنحة التضامن الخاصة بالعائلات المعوزة والمقدرة حاليا ب3000 دينار، حيث أمر السيد الرئيس بمراجعة هذه المنحة ضمن مسار صون كرامة المواطنين. السيد الرئيس أمر أيضا بمراجعة مشروع القانون المتضمن تدابير الحصول على النفقة، كما وجه بضرورة إبقاء الصندوق الخاص بالنفقة تحت وصاية وزارة العدل. تعميم الرقمنة في مختلف القطاعات هي قضية أمن قومي وخدمة لمصالح المواطن. في هذا الإطار جاءت التعليمات مباشرة لوزير المالية ووزيرة الرقمنة بتجسيد مشروع الرقمنة في غضون 6 أشهر كأقصى تقدير كمرحلة أو كمرحلة أولى قبل الرقمنة الشاملة. أيضا تأسيس بنك معلومات جزائري بشكل فوري ومستعجل تسهل على مختلف المصالح ممارسة مهامها. وحول ملف البنوك، أمر السيد الرئيس على تسريع مسار فتح رأس مال البنوك العمومية بطريقة علمية ومدروسة بدقة، مشددا أيضا على تسريع عملية فتح البنوك الجزائرية في الخارج، وأيضا استدراك التأخر المسجل في إطلاق بنك الإسكان. وضمن اجتماع مجلس الوزراء أيضا أوامر بالتحضير لمشروع 3 مراسيم رئاسية تنظم توزيع العقار الاقتصادي السياحي والحضري والتمييز بين الاستثمارات الاقتصادية والسياحية و
الحضارية التي تسيرها الوكالات العقارية، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء وتنظيم وتسيير المناطق الصناعية ضمن رؤية جديدة مستقطبة للاستثمارات. وعن المدينة الجديدة بوكزول، فقد جاءت تعليمات السيد الرئيس واضحة وبتحضير لعرض حول الآفاق المستقبلية لهذا المشروع الضخم من أجل الشروع في تعمير المدينة الجديدة واستغلالها بنجاح. أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أن الجزائر ملتزمة بقرار تخفيض الإنتاج الذي تم الإعلان عنه أول أمس من قبل العديد من دول أعضاء أوبك بلس، والذي جاء متناغما مع قرار التخفيض للمجموعة النفطية الذي اتخذ في 5 أكتوبر الفارط. جاء هذا عقب الاجتماع 48 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك وأوبك بلس الذي عقد أمس عبر تقنية التحاضر عن بعد. تقرر أن كذلك نواصل عملية الخفض بال 2 مليون برميل الذي تقرر في شهر أكتوبر 2022، وكذلك بصفة طوعية لكل دول الأوبك وغير الأوبك بخفض إنتاجها بالنسبة بمجموع الأوبك وغير الأوبك بمليون وفصل 660 ألف برميل يوميا، إضافة إلى تخفيض لمليونين برميل الذي قررناه منذ شهر أكتوبر. فبالنسبة للجزائر، بالنسبة لبلادنا، التخفيض الطوعي راح يكون 48 ألف برميل في اليوم. ومباشرة بعد الإعلان عن قرار التخفيض لكبار منتجي النفط، قفزت أسعار البترول في بداية التعاملات أمس بأكثر من 6%، بلغ إجمالي حجم الخفض الطوعي من جانب الدول المعلنة نحو 1,650,000 برميل يوميا. في شأن آخر، تعد عصرنة ورقمنة إدارة الضرائب خيارا لا بديل عنه لترقية إيرادات القطاع وتمكينه من المساهمة بفعالية في دعم التنمية. في هذا الإطار، جهود متواصلة لتعميم استعمال الرقمنة في مختلف مصالح فروع الجباية والضرائب. الروبورتاج لمليكة بن عويشة. مركز الضرائب للجزائر وسط نموذج في رقمنة القطاع الجبائي. التحصيل والتصريح الجبائي ل9000 متعامل اقتصادي يتم هنا بنظام معلوماتي. كاين غران شونجمون، تبدلت الحالة بالبزاف، سيرتو قضية الوقت. بالنسبة للتوطين البنكي، كانت ناخذوكم اكزومبل كمثال، التوطين البنكي كان يندار في 10 أيام، يقدر يلحق حتى لدو سومان. دوكا راهو يدير 3 جور 2 جور، تو ديبون دي كا. المتعامل التجاري خصو غير الاي بايمنت. ماذا بينك كي ديكلاراسيون يكونوا كلش بار ا ديستونس، ميم بايمون الاي بايمون يكون تما يعمموه في كامل لي سيكتور. إدارة الضرائب تعمل على إعداد قاعدة بيانات للمضي في عملية الدفع الإلكتروني. عملية رقمنة إدارة الضرائب سائرة على قدم وساق بوتيرة متسارعة، خاصة في الآونة الأخيرة، حيث أنه أغلب أو جل المتعاملين يقومون بالتصريح عن بعد بمداخلهم ورقم أعمالهم. متواصلين بهذه العملية تاع نشر النظام المعلوماتي على مستوى جميع مراكز الضرائب. في 2023 سطرنا برنامج لتعميم استعمال هذا النظام الجبائي على مستوى 41 مركز ضريبي ومركز جواري. رقمنة الإدارة الجبائية توجه ضمن الإصلاحات المالية العامة التي تنتهجها الدولة لمواكبة النمو والتطور الاقتصادي. برلمانيا، عرض وزير المالية مشروع القانون النقدي والمصرفي أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان. مشروع القانون يهدف إلى إصلاح النظام المصرفي ببلادنا من خلال تعزيز الحوكمة في التسيير للمؤسسات المالية والمصرفية وتوزيع صلاحيات كل من بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض ولجنة المصرفية، حفاظا على الاستقرار المالي باعتماد إصلاحات كفيلة بمواجهة التحديات على المستويين الداخلي والخارجي
وذلك بمواكبة تطوير البيئة البنكية من خلال اعتماد البنوك الرقمية وتوسيع وسائل الدفع الإلكتروني وإنشاء إطار قانوني لممارسة النشاط المتعلق بالصيرفة الإسلامية. هذا وشرع نواب المجلس في مناقشة المشروع. ورغم كل ما عرفه النظام المصرفي الجزائري من إصلاحات، فإنه ما زال يواجه تحديات كبيرة ويعاني من سلبيات تفرض دائما مواصلة هذه الإصلاحات لجعله يتماشى مع التحولات والتغييرات التي تعرفها البيئة المصرفية المحلية والدولية. في ملف التعاون، دعا رئيس المجلس الشعب الوطني إبراهيم بوغالي أمس من أبيجان إلى إحداث نقلة نوعية تمكن القارة الإفريقية من حقها في الحوكمة العالمية. وأكد بوغالي في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة السنوية العادية للمجلس الوطني الإيفواري على ضرورة اختيار الشراكات بما يتناسب ومصالح شعوب القارة الإفريقية. لا مناص من أن نسير التغيرات السريعة التي يشهدها الوضع الدولي الراهن وأزمات الاستقرار والطاقة والغذاء والرهانات التكنولوجية حتى لا نهمش من جديد، وسنكون مهيئين أحسن بتعميق الديمقراطية والحكامة وسيادة القانون في ظل احترام خصوصياتنا وعادات شعوبنا وإشراك كل الطاقات الحية في مجتمعاتنا خاصة الشباب والمرأة. ولا ينتابني أدنى شك بأن هيئاتنا البرلمانية مجندة لمرافقة هذا المسعى الاستراتيجي. هذا واستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي من قبل رئيس مجلس الأمة الإيفواري جينوت أهوسو كواديو، وهذا في إطار تعزيز العمل والتعاون البرلماني المشترك. تعاون دائما، حيث تلقى وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اتصالا هاتفيا من نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، حيث سمح هذا الاتصال الذي يأتي في أعقاب المكالمة الهاتفية التي تمت بين رئيس الجمهورية ونظيره الفرنسي باستعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية في أفق الاستحقاقات الثنائية المتفق عليها، لا سيما زيارة الدولة التي سيقوم بها قريبا رئيس الجمهورية إلى فرنسا، حيث قيم الطرفان التقدم المحرز في معالجة الملفات الكبرى التي يفترض أن تشكل جوهر الزيارة. مكنت الضربات الأمنية التي وجهتها الجزائر لتجار السموم من إحباط مخططات كبيرة لإغراقها بملايين الحبوب المخدرة، ضربات مكان لها أن تتحقق لولا احترافية ويقظة الجيش ومختلف الأسلاك الأمنية، فيما يأتي القانون الجديد للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ليشدد الخناق على المتورطين. التقرير لنجوى جدي. ضربات قوية ومتتالية وجهتها المصالح الأمنية على مدار عام 2022 فضحت نهجاً مغايراً لأصول الحرب المعروفة باستخدام المخدرات كحجر خبيث يراد به تدمير الشباب عامة والنيل من الجزائر خاصة. الشهور القليلة الماضية شهدت ضبط كميات ضخمة من المخدرات والحبوب المهلوسة في كل واحدة من عملياتها حيلة مختلفة يتبعها تجار المخدرات بأساليب خبيثة ومناورات خطيرة لتمرير بضائعهم المسمومة. لكن كل هذا لم يقف عثرة، بل كان ساحة لتوجيه ضربات ناجحة سددتها المصالح الأمنية التابعة للجيش والدرك والأمن والجمارك لتلك الأيادي العابثة بأمن وصحة شبابنا. المتابعة الأمنية كانت السباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، بل وكشفت عن أرقام مرعبة تم حجزها والإطاحة بالمتورطين فيها. فمفارز الجيش حجزت أزيد من 10 ملايين قرص مهلوس، إضافة إلى 48 طناً من الكيف المعالج و35 كيلوغراماً من الكوكايين، كما أوقفت 1600 تاجر مخدرات.
وفي عملية نوعية أخرى كبيرة تكشفت خيوط مؤامرة لإغراق الجزائر بأزيد من 1,600,000 كبسولة من المؤثرات العقلية من قبل مصالح الأمن الوطني عشية حلول شهر رمضان المعظم، كانت موجهة للتسويق غير الشرعي بعدة مناطق من الوطن. هكذا هي المعركة أضحت صراعاً مع الذئاب التي تسوق سموماً قاتلة في كل مرة نسمع عن اسم جديد لها أشد فتكاً من سابقيه على نحو مفجع ومصدرها الجهة الغربية. ووفق ثنائية الميدان وكذلك التشريع تقف الجزائر، إذ ينص القانون الجديد الخاص بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية على تشديد أقصى العقوبات على المتورطين في عملية الترويج للمؤثرات العقلية تصل إلى 30 سنة سجناً. في شأن آخر، ومع الشهر الفضيل تشهد أسواق الجملة والتجزئة لبيع التمور بولاية بسكرة إقبالاً متزايداً على اقتناء أجود التمور الجزائرية، جودة وتفرد في المذاق. والعينة من سوق الجملة ببلدية الغروس بطلقة، عائشة ببريق والمزيد. إقبال كبير ومتزايد على شراء التمور بسوق الجملة ببلدية الغروس. وفرة المنتوج اختلفت نوعيته وأسعاره ليختلف معه السعر وفق قدرة كل زبون. جينا من ولاية جيجل، جينا هنا لسوق التمور بمدينة الغروس. هذه عادة كل رمضان نجيو هنا في زيارة. سوق التمور فيها شتى الأصناف من الدقلة التمر العادي، وما من الأسعار في متناول الجميع. السوق هذا معروف في هذه المنطقة، والناس تجي بارتو من كل بلاصة تجي لبلاصة السوق هذا. هذاك مكان يلقى فيه النوعية والسعر. النوعية والسعر وين تحط راك تلقى راه السواق من كل كاين. من سطيف، من ولاية سطيف جيت هنا نشوف السوق تاع التمر واش راه يقولوا واش راه يشوفوا الأسعار. احنا ماذا بينا نوصل المواطن سلعة مليحة وبسومة موافقة. متابعة يومية لفرق أعوان التجارة للوقوف على جودة ونوعية المنتوج. نعمل مجاهدين على أن تكون هذه المادة متوفرة بأسعار معقولة ومتناولة حسب أصناف وجودة كل منتجات بأسعار تنافسية. جودة ووفرة لمسناها أيضا بأسواق التجزئة. عندنا الأنواع التمور كل كاين، نجيبوه من الغروس، كاين المنطقة الرسمية نتاعو هي المنطقة الطولقة. أحسن تمور هي التمور الجزائرية. منين نفوت منا ندي الدقلة. نوعية أنا سي لامير أومون، ندي للدار، ندي للعمومية، للخوال، لافامي. رمز الكرم والضيافة، فهو الفاكهة والغذاء والدواء. وسوق لاباس العتيق بوهران يحظى بشعبية كبيرة بالنظر إلى عرقته وقدمه، يوفر كل ما طاب ولذ بنكهة من الزمن الجميل الباهية في الشهر الفضيل. والربورتاج لوهيبة علالي. كل ما لذ وطاب تجده هنا في سوق لاباس الشعبي وسط مدينة وهران. هكذا يبدو المشهد طيلة اليوم، حركية وتوافد للمواطنين من أجل اقتناء حاجيتهم. كل حاجة تحوش عليها تلقي المطلوع، تلقي الحوت برخصة، تلقي زلابية، تلقي كل شيء. الناس قاعد تشري، اللي عندها يشري واللي ما عندهش يشري، وقاعد الناس تاكل وقاعد الحمد لله. قال لي تحوش عليها كاينة حاجة، اللي توحم عليها بنادم مرأة ولا راجل يجبرها في لاباس. شو قال أحبابنا كل شيء راكين. أنا شي منا ونطلع من الدار، ما نحوس ما نولو، هذه بلاصتي. من كل البلاد يجوا هنا، من عنابة، من سطيف، يبغوها، كاع الناس يجوها يبغوها. إضافة إلى منتجاته التي يعرضها، يتميز هذا السوق بأجواء رمضانية خاصة وعادات راسخة تعاقبت عليها الأجيال بالباهية وهران. في الحشيه تلقى الاضواء يشعل واحد دي زومبول سبيسيال تاع رمضان، تلقى اللي يبيع لي زيبيس ثاني عنده صوالح سبيسيال يديرهم، عنده واحد لي ديكور يديرهم سبيسيال تاع رمضان. زعما كي تفوت هنا تتمشى في لاباس تشم ريحه رمضان. لاباس الشام تاع وهران. نفتخر بها كوهرانيين، واللي خلت السواح حتى من الخارج يجوا يزوروه ويجوا يكتشفوا ما يعرضه. أجواء رمضانية تتكرر كل سنة توحي بالمكانة الخاصة لسوق لاباستي لدى ساكنة وهران وزوارها. دوليا الآن، وفي المغرب، دعت الجبهة الاجتماعية المغربية إلى تنظيم وقفات احتجاجية بكافة مناطق البلاد في 8 أبريل الجاري، وذلك تحت شعار نضال متواصل ضد الغلاء والقهر الاجتماعي.
في شأن صحراوي شرعت وفود أجنبية في زيارة لمخيمات اللاجئين الصحراويين للإطلاع على واقع اللاجئين الصحراويين وسير مؤسساتها الجمهورية الصحراوية. هذا وسيكون للوفود القادمة من إسبانيا وإيطاليا لقاءات مع مسؤولين صحراويين. والمتابعة لعمار تواجين. في ظل اتساع رقعة التضامن مع عدالة القضية الصحراوية، حل بمخيمات اللاجئين الصحراويين وفد من المتضامنين الإسبان معبرين عن دعمهم لحق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال. الوفد يضم حقوقيين وممثلين لسلك القضاء والمحاماة بإسبانيا. لقد وصلت المخيمات من أجل التعرف وعن كثب على الوضعية التي يعيشها الشعب الصحراوي في الوقت الحالي. من جهة أخرى أتيت بنية القيام بدراسة للجوانب القانونية القائمة التي تحيلنا إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي. لقد قدمت المخيمات وأنا ملم بالقضية الصحراوية، وأعرف كذلك مبدأ القانون الدولي الذي يحكم بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وأعلم جيدا بأن إرادة الشعب الصحراوي كانت جالية لصالح الاستقلال منذ بداية الاحتلال المغربي، ولا بد من طريقة لتحقيق ذلك. إنما كان للوفد زيارات ميدانية لبعض المؤسسات الصحراوية ولقاءات مع مسؤولين صحراويين. فيه وفد من المحاميين والغضاة من منطقة أليكانتي ومنطقة فالنسيا بصفة عامة، اللي هم ذات تصبح ترافع عن القضية الصحراوية إن شاء الله، وأرادت عنها تطلع على الواقع في المخيمات اللاجئين. هذا الوفد القانوني جاي باش يأكد يعني فصلهم مع الموقف كاد يكون للرئيس الإسباني، بالإضافة إلى المواقف يعني الخلفية القانونية. هذه مجموعة تأكد باللي هذا موقف منفصل عن القاعدة الشعبية الإسبانية. هي أحد الرسائل التضامن المختلفة مع عدالة القضية الصحراوية التي باتت تحقق عديد المكاسب الدبلوماسية دولياً. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد أمس فلسطينيان برصاص الاحتلال الصهيوني بمدينة نابلس، كما سجلت إصابات في اعتداءات الاحتلال ومستوطنية على أهالي بلدة صريف بالخليل، وحملة اعتقالات بالضفة الغربية والقدس مع اقتحامات متجددة للأقصى المبارك من قبل المستوطنين اليهود. هذا وقد اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الاثنين قرارا يدين انتهاكات الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشدد على ضرورة المساءلة الشاملة على الانتهاكات التي يرتكبها في هذه الأراضي وتحقيق العدالة للضحايا وإحلال سلام دائم وعادل. جدد مجلس السيادة الانتقالي في السودان أمس التزام القوات المسلحة بالعملية السياسية الجارية الآن في البلاد. وأكد الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي حرص المجلس على التوصل لاتفاق مع جميع الأطراف حول القضايا العالقة، تمهيدا للتوقيع على الاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة المدنية. أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان المانحين أن 80% من اليمنيين لا يملكون قوت يومهم جراء تداعيات الحرب المستمرة منذ أكثر من 7 سنوات، مناشدا الحصول على 70 مليون دولار للوصول إلى 3,900,000 شخص في اليمن خلال العام الجاري. نشرتنا تمت مشاهدينا، شكرا لكم على كرم المتابعة، أصحى سحركم ليلة هادئة والسلام عليكم.